النوع الآن في مجتمعنا البسوق بنات الناس من الطرقات بالعربات ويودوهم داخل البيوت والأوكر ويفعلوا بهم الفواحش. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ربنا ما شايفه يا أخ. أزل عامل فيها الدسة يقول لك عندنا شقة وعندنا وكر ما في زول بيعرفه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. انت حتمشي وين بعد من الله؟ انت حتقول شنو يا الله؟ ربنا ما بيعلمك؟ ربنا ما بيراك؟ سبحان الله. التوحيد يا اخواننا عنده قيمته، عنده قيمته في الاخلاق. لذلك قال شيخنا محمد سيد حاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه لما تكلم عن بؤرة الشرك في مقابر حمد النيل، لما جابوا اخبار انه فيها فساد اخلاقي، فيها فساد جنسي، فيها مخدرات، فيها قال والفساد الاخلاقي يكون في مكان الفساد العقدي، لانه لما ضاعت العقيده ضاعت الاخلاق، اخلاق بتضيع، لانه زول ما بيخاف من الله، زول ما بيخاف من الله، زول ما يرعى لله الحرمة تبارك وتعالى. عشان كذا تضيع الأخلاق تبعا لضياع العقائد. لو داير زول تنصلح أخلاقه علموا العقيدة وإنه يخاف الله تبارك وتعالى. يوسف عليه السلام قال الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما أحوجنا إلى هذه المعاني، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق، ما أحوج المجتمع إلى هذه التربية. من يكلم الناس؟ من يعلم الناس؟ من يرشد الناس؟ الآن المرشد يحتاج إلى إرشاد والمعلم يحتاج إلى تعليم. ضاع كثير من المجتمع بسبب الفساد. وإذا كان الأب في البيت بيجي الولد داخل بيلقى أبوه بتونس بالتلفون مع النسوان، بيركب معاه في العربية أبوه بشاغل النسوان في الشارع وبتكلم مع البنات. فإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والطرب. ضاع كبار المجتمع فضاع تبعا لذلك الصغار. فالمجتمع يا اخوانا يحتاج الى صيانه، يحتاج الى تربيه، يحتاج الى تعليم، يحتاج الى تقويم. لكن من يعلم؟ من يرشد؟ من يؤدب؟ الان الناس ضيقوا على المدارس في دورها التعليمي. وانا اعمل في هذا المجال، تجد اولياء امور لما تتكلم مع اولاد ولا بنات في المسائل الاخلاقيه يجي يعترض عليك. لو قلت للبنت البسي لبس محتشم وتأدبي يجي ولي امر، وده ما ولي امر يعترض يقول لك انا بنتي مؤدبه، ما تقول لها كده مؤدبه ما تلبسها كويس يا اخ. يقول لك انا حجيت بيت الله 3 مرات. والله في ناس بيقولوا زي ده، تجي تتكلم مع بنتي كده، انت لو حجيت بيت الله 100 مرة الواجب عليك تصون عرض بنتك. ده الدين يا اخواننا، هذه الاخلاق التي ضاعت وصارت في المجتمع غريبه. والله المستعان وعليه التكلان. نسال الله تبارك وتعالى ان يصون اعراضنا وان يطهر بيوتنا وان يحفظ ابناءنا وان يحفظنا صغارا وكبارا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، انه جواد كريم. وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.